أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذا الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن تضاعف معدل الفقر في المغرب الذي وصل إلى أكثر من 20%. قبل الحديث عن هذه أو عن هذا الموضوع نتابع هذا التقرير للزميلة ماريا العجال ثم نعود. يعيش المغرب تحت وطأة أزمة اجتماعية متفاقمة في ظل تضاعف معدل الفقر في البلاد بسبعة مرات ليفوق 17% حسب هيئة الإحصاء الرسمية، رقم أظهر مدى هشاشة النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير لقمة العيش للمواطن المغربي. التسول، مسح الأحذية وبيع الممتلكات لتحصيل دراهم معدودات من أجل العلاج هو ما يلجأ إليه المواطن المغربي اليوم بسبب غياب التأمين الصحي وتدني مخصصات الإنفاق الحكومية على الرعاية الصحية التي لا تتجاوز 5% حسب آخر التقارير الأممية. الفقر، غياب التنمية وتفاقم الفوارق الاجتماعية هو الوجه الآخر للمغرب، فأرقام الإحصائيات وتقارير المنظمات الدولية تنذر بالأسوأ في وقت يواصل المخزن تنفيذ مخططاته الإقليمية على حساب الشعب. إذن مشاهدينا للحديث حول هذا الموضوع أجدد الترحاب بضيفي الأستاذ الجامعي ومحلل القناة السيد حكيم أبو غرارة، أهلا بكم. كما أرحب بالخبير الاقتصادي السيد أحمد الحدوسي، أهلا بكم سيد الحدوسي. أبدأ معك، مظاهرات الجوع كما سميت في المغرب عمت تقريبا كل المدن المغربية واحتجاجات شاركت فيها منظمات سياسية ونقابية وحقوقية للتنديد بالفوارق الاجتماعية وتدهور الوضع المعيشي، كيف نفسر هذا؟ صحيح أن المغرب يعاني منذ سنوات من وضع اقتصادي صعب جدا بسبب تدهور القيمة أو القدرة المعيشية للمواطن المغربي بسبب السياسات المنتهجة من النظام المغربي أدى إلى تفقير الشعب المغربي. اليوم الشعب المغربي بسبب هذه السياسات يعاني، وزادت له جائحة كورونا أدت إلى تضاعف معدلات الفقر 7 مرات أكثر مما هو عليه مستوى أو معدل الهشاشة، أي طبقات الهشة ضعفت مرتين. اليوم في المغرب عدد المتسولين في الطرقات 200 ألف. السبب يرجع إلى أنه اليوم الاقتصاد المغربي تحت رحمة الهيئات الدولية المالية على رأسها صندوق النقد الدولي، بسبب أن المديونية المغربية وصلت إلى تقريبا في حدود 90 مليار دولار، ما يمثل تقريبا 85% من الناتج المحلي الإجمالي. كل سياسة تريد القيام بها الحكومة المغربية من أجل رفع قدرات أو المستوى المعيشي للمواطن تصطدم بتوصيات هذه الهيئات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي لما يقرض أي دولة يبحث عن استرجاع أمواله، وبالتالي يضع شروط مجحفة من بينها إلغاء سياسات الدعم، من بينها فرض ضرائب على المواطنين على المؤسسات، من بينها تعويم العملة، وبالتالي هذه السياسات هي التي فاقمت أكثر وأكثر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بالإضافة إلى جائحة كورونا. وكما نعلم أن المغرب دولة سياحية وعدد كبير من العمالة تشتغل في قطاع السياحة، فجائحة كورونا وغلق الحدود على مستوى الدولي وتراجع السياحة العالمية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي الذي هو هش في الأصل، يعني الوضع الاقتصادي المغربي فاقمته أكثر وأكثر. اليوم الحكومة المغربية في وضع صعب جدا جدا من أجل معالجة هذه الخلل الاجتماعي. ماشي وليد اليوم هو وليد سياسة
منذ استقلال المغرب، المغرب انتهت سياسة ليبرالية نقدر نقول أنها متطرفة، عكس نحن في الجزائر. الجزائر بعد استقلالها اللي هو مكسب اجتماعي ومكسب من خلال ثورة التحرير، أنه في بيان 1 نوفمبر الدولة الجزائرية ذات طابع اجتماعي. صحيح أن الجزائر تخلت عن النظام الرأس الاشتراكي، لكن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية بقى مكرس دستوريا. نعم، هو حق الشعب، هو مكسب شعبي وحق مكرس دستوريا. نعم. سيد بورارة، المغرب خلد اليوم العالمي للفقر على وقع ارتفاع وتزايد في عدد الفقراء في المغرب، واحتجاجات ومظاهرات مست كما قلت أغلب المدن المغربية. هل هذا يفسر حسبكم فشل السياسات أو سياسات المملكة؟ هو حقيقة هو ليس فشل سياسات المملكة بقدر ما أن المملكة تنعدم يعني من أي أو لا تمتلك أي سياسات اجتماعية موجهة للشعب المغربي، لأن نعم. معظم ثروات المملكة توجه للعائلة المالكة، وما يعني ملفات أوراق باندورا التي كشفت بأن خير دليل من العائلة المالكة وأخت الملك تشتري في قصور بلندن ب 13 و 15 مليون دولار، كما أن ملك المغرب الذي يبرر احتلال الصحراء الغربية يعني سيادة المغرب، لكن في الحقيقة أن ملك المغرب يجني حوالي 5 مليار دولار من نهب الثروات الصحراوية يعني سنويا، ومعظم يعني ثروة الملك أو العائلة المالكة هي عبارة عن ودائع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تقارير بأنها تقول تفوق 40 مليار دولار، وتلك الأموال هي أموال الشعب المغربي. وبالتالي مع جائحة كورونا ومع الأزمات السياسية التي اختلقها نظام المخزن مع إسبانيا وألمانيا، وهي الدول التي كانت تمول مشاريع للطبقات الفقيرة في المغرب، فمثلا ألمانيا كانت توجه 1.4 مليار دولار للشركات الناشئة المغربية تدعمها من أجل الاستثمار وخلق الثروة. كل هذه التمويلات افتقدتها المغرب بفعل يعني سياستها الغبية جدا تجاه العلاقات الدولية، وبالتالي فالشعب المغربي من خلال هذه المظاهرات يريد أن يقول لنظام المخزن بأنه لا يمكنه تحمل تبعات سياسته الفاشلة أو السياسات التي تخدمه وتجعل الشعب المغربي يزداد فقرا. فمثلا مع جائحة كورونا هناك تقارير تتحدث عن فقدان بين 200 و400 ألف منصب عمل، خاصة من الحرفيين وقطاع الخدمات السياسية تزايد البطالة. فتراكم كل هذه الأمور دون نسيان يعني الميزانيات الضخمة التي يوجهها المخزن لتبرير احتلال الصحراء الغربية. فالحروب تحتاج إلى تمويلات ضخمة جدا، وهذه التمويلات تكون على حساب التنمية للشعب المغربي، لأن الشعب المغربي حاليا هو يدعم استقلال الصحراء الغربية حتى تعود له تلك الأموال الضخمة ليستثمرها في حياته اليومية. نعم. طيب سيد الحدوسي، كما تحدث السيد بغرارة، بعض التقديرات تقول أن أكثر من 60% من المغاربة هم فقراء بسبب كما قلتم أيضا الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها أكثر جائحة كورونا، وتبين هذا كما قلت من خلال هذه الجائحة التي أحالت الكثير من المواطنين نحو البطالة. ما خلق هذا الوضع المزري الذي يعيشه المواطن المغربي اليوم؟ صحيح، مثل ما تفضلت، حتى البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينص على أنه أكثر من 60% من الشعب المغربي يعاني الحرمان الشديد، ومنهم حتى تحت خط الفقر. هذا كما قلنا بسبب السياسات والتراكمات السابقة. اليوم لما نشوف مثلا، نعطي بعض الأمثلة، المغرب يصدر السيارات. نعم. يصدر الآن تقريبا 4 مليار دولار سيارات. لما نشوف من يصدر هذه السيارات، هي المؤسسات، هي الشركات العالمية اللي جابت قروض وحملت الخزينة المغربية. اليوم وصلت القروض المغربية إلى 90 مليار دولار، وحملتها الشركات هذه الأجنبية، واستفادت من امتيازات أنها لا تدفع امتيازات جبائية، لا تدفع ضرائب ولا تدفع ولا شيء، فقط وفر بعض من المئات من مناصب عمل، وتصدر من انطلاقا من المغرب تصدر الآن 4 مليار دولار
قطاع السيارات. لما نشوف هذه حتى هناك خبراء على مستوى صندوق النقد الدولي يقول لك الشركات اللي تكون اجنبيه وتصدر من بلادك ما تقدرش تحسبها في 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 الميزان التجاري تاعك. واليوم يحسبوها المغاربه على ان 4 مليار دولار صادرات سيارات. لما نشوف مثلا في قطاع السيارات نشوف الحظيره الوطنيه للسيارات في المغرب، المغرب اليوم تقريبا 38 مليون نسمه، عدد السيارات في المغرب الحظيره 3 مليون سياره. كيفاش دولة تصدر 4 مليار دولار سيارات والحظيرة نتاعها 3 مليون سيارة؟ يعني شوف الفرق، يعني المغربي لا يستفيد من السيارة المنتجة في وطنه. لما نشوف كذلك قطاع النسيج، المغرب اليوم يقول نصدر 3 مليار دولار نسيج، وهي عبارة عن شركات إسبانية أغلبها مثلا زارة الإسبانية أو علامات أخرى اليوم متواجدة في المغرب. فقط المغاربة هم العمال البسطاء، يعني لا يدفعون ضرائب، لا تدفع هذه المؤسسة وتصدر انطلاقا من الأراضي المغربية بحكم قربها من هي متواجدة على مستوى طنجة، مدينة طنجة في شمال المغرب، بحكم قربها إلى إسبانيا تصدر إلى الأصل، إلى الموطن الأصلي هي إسبانيا. نعم. المغرب لا يستفيد، الشعب المغربي لا يستفيد من هذه السلع امتيازات. نعم. والسلع التي حتى كذلك في تصنع في اليوم البلاد. المغاربة لما يتكلموا يقولوا نصدروا القطاع الزراعي، المغرب يقول نصدر تقريبا 2 مليار دولار فلاحة. هذه الفلاحة المغرب مجبر أن يصدرها، مجبر يصدرها لأنه حتى يتحصل على العملة الصعبة. نعم. باش يسدد حتى يسدد فقط خدمات الديون، خدمات الديون اليوم التي ترهق كاهل الدولة المغربية. لما حدثت أزمة معبر الكركرات في الصحراء الغربية، بعض المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي فرحوا، قال لك على الأقل هذه السلع الخضر لا تروح إلى دول أخرى، على الأقل لما على الأقل أنها تعود تدخل إلى السوق المغربية ويستفاد منها المغربي. بالتالي المغرب يفضل أنه يصدر هذه المنتجات ويحرم منها الشعب المغربي على أساس أنه يتحصل على بعض الدولارات يخلص بها خدمات الديون من أجل تبقى الدولة المغربية قائمة. حتى كذلك اليوم لما نشوف في قطاع تكلم الفيتير في قطاع الرعاية الصحية، المغرب دولة عدد سكانها تقريبا نفس عدد الجزائر، لو أنه نحن أكثر منهم في عدد السكان. يعني اليوم الجزائر 44 مليون نسمة، المغرب 38. نعم. مليون نسمة. نشوف عدد المستشفيات في المغرب مقارنة فقط بالجزائر، رغم الأزمات اللي مرنا عليها عندنا أكثر من 300 مستشفى على مستوى الوطني، عندنا 14 مؤسسة جامعية استشفائية، المغرب عنده فقط 100 مؤسسة استشفائية. يعني رقم وهذا ربما ما أدى ربما إلى أن ظاهرة كورونا عرت ربما كل هذه بالضبط. عندهم فقط المصحات الخاصة، عندهم الكلينيك بريفي. طيب فقط سيد الحدوسي، وبالتالي الرعاية الصحية في المغرب غائبة جدا. سأعود إليك سيد بوغرارة، لو نتحدث عن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها المغرب والتي كانت مسرحا لعدد من الاعتقالات والانتهاكات والقمع، خاصة الذي مس ربما احتجاج الأساتذة المتقاعدين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، كيف تعتبرون هذه الانتهاكات؟ وحقيقة النظام المغربي معروف بقمع المظاهرات والتصدي لكل التحركات الاجتماعية، وأعتقد بأن في السنوات القليلة الأخيرة هناك ملفات حقيقية حركت الشعب المغربي، من أحداث الريف إلى إضرابات قطاعات الصحة والتربية والمستوى المعيشي مؤخرا، و تطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فردود الفعل الشعب المغربي تجاه هذه القضايا التي تهمه هي انعكاس واضح على رفض وفشل كل سياسات المخزن لمحاولة ربما تسويق صورة إيجابية عن المغرب، لأن المغرب حاليا يقوم ببيع العمالة المغربية بأجور بخصة جدا، لأن سوق العمل في المغرب يشبهونها إلى حد كبير بما يحدث في بنغلاديش، فهناك الكثير من الورشات السرية التي لا تقوم بضمان تغطية الصحية للعمال وبأجور زهيدة جدا، لأن بالمقارنة مع إسبانيا التي تحول استثماراتها للمغرب
قد تدفع 100 أورو للعامل المغربي بينما العامل الإسباني يأخذ 1200 أورو، وبالتالي فالمغرب ما يقوم به حاليا هو بيع العمالة المغربية بأثمان بخصة للشركات المتعددة الجنسيات، ويتم التسويق للاستثمارات المغربية بأنها قوية. القمع المغربي ليس بجديد، والكل يعرف بأن الصحفي الريصوني المتواجد في السجن هو الذي فضح المغرب من خلال برنامج بيكاتشيز، حيث تم التجسس على هاتفه وتم يعني اختار الكثير من الهيئات الدولية، وتحركت يعني منظمات حقوقية دولية هي التي فضحت المغرب بأنه يتجسس على الداخل المغربي ببرنامج بيكاتشيز. وبالتالي فطرق القمع نظام المخزن تعددت من الرقابة الشديدة على وسائل الإعلام وعلى مساحات التواصل الاجتماعي وعلى الناشطين، وحتى الاحتجاجات الاجتماعية التي يتم التعتيم عليها حتى في كبرى وسائل الإعلام العالمية المتواطئة مع نظام المخزن مقابل امتيازات على المحيط الأطلسي والسكوت على الكثير من الانتهاكات. وبالتالي فهذا الغضب الداخلي المغربي أصبح لا يخفى على أحد، وأعتقد بأن حتى حكومة أخ النوش هذه التابعة أو التي خرجت من القصر الملكي أعتقد بأنها ضربة موجعة لنظام المخزن قد تنبئ بثورات اجتماعية في القريب العاجل. نعم، طيب سيد الحديوسي، هل يمكن القول أنه هذا الوضع السائد وهذا الفقر المدقع في المغرب وتراجع المستوى المعيشي هو نتيجة لفشل الاستراتيجيات وسياسات الحكومات المتعاقبة؟ فعلا كما تطرقنا، يعني المغرب انتهج نظام ليبرالي متطرف منذ استقلاله، وزيد الآن مع تراكم الديون الآن المغرب إذا صح التعبير فتحت الاحتلال المؤسسات المالية الدولية من على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لأن جل مشاريع الاستثمارية هي عن طريق الديون الدولية. وبالتالي المغرب اليوم لا يمكن أن يخرج عن هذه السياسات. لا يمكن، احنا في الجزائر لدينا تجربة في بداية التسعينات مع صندوق النقد الدولي، وإن كانت الجزائر تحت ضغوط هذه المؤسسة، وإن طلبت من الجزائر تسريح العمال، غلق المؤسسات العمومية، تخفيض الإنفاق الحكومي، تخفيض الرعاية الاجتماعية. اليوم المغرب وعلى رأسه وزير أول ينتمي إلى طبقة رجال الأعمال، يعني هل يفكر بتحسين الظروف الاجتماعية للعمال؟ لا أعتقد أنه رجال الأعمال يفكر بمنظور اجتماعي. رجال الأعمال لديهم هذا التصور الليبرالي المتطرف، يبحثون فقط عن زيادة الأرباح ولطبقات للأثرياء، ولا يبحثون عن تحسين الظروف الاجتماعية للطبقات الهشة. اليوم المغرب أمام وضع صعب جدا، عليها أن تعيد النظر في سياساتها الاجتماعية، لأن لا يمكن للشعب المغربي أن يتحمل أكثر وأكثر. اليوم الشعب المغربي رغم أنه صبور جدا، رغم كل السياسات التي مرت عليها، لو نعمل مقارنة بسيطة جدا، في استقلال الجزائر عدد سكان الجزائر وعدد سكان المغرب كان عدد سكانهم أكثر من سكان الجزائر. بدأ النمو السكاني في الجزائر مع المغرب بنفس الوتيرة، في الثمانينات عدد سكان الجزائر فات المغرب، واليوم فتناهم بملايين. عدد المغاربة اليوم 38 مليون نسمة، الجزائر 44 مليون نسمة. لما نطرح السؤال لماذا عدد سكان الجزائر فات عدد سكان المغرب، رغم أنه في يوم الاستقلال للجزائر المغرب كان عدد سكان كان أكثر من الجزائر. السبب هو الرعاية الاجتماعية، هو رغم كل المشاكل اللي يعانيه النظام الاجتماعي في الجزائر إلا أنه مكسب كبير حققه. استفاد الشعب الجزائري من امتيازات من الرعاية الصحية على بمشاكلها، استفاد من السكن اللي مش موجود في المغرب. نعم. استفاد من عدة امتيازات. لما نشوف اليوم الحاضرة الوطنية في الجزائر مثلا 10 مليون سكن، في المغرب تقريبا 9 مليون سكن، لكن هذه السكنات الموجودة في المغرب كلها بناءات فردية، أغلبها الدولة في المغرب لا تبني سكنات لطبقات الهشة، وبالتالي المواطن لا سكن، لا منصب عمل، لا رعاية اجتماعية، وبالتالي هذا ينذر بأزمة
أزمة اقتصادية وستكون لها نعم. أثار سياسية. نعم سيدة بغرارة، هل ستتمكن في رأيكم حكومة أخنوش الجديدة من تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والحد من فجوة هذه الفوارق الاجتماعية التي تتسع رقعتها بمرور السنوات؟ لا أعتقد بأن حكومة أخنوش لديها هامش من المناورة، لأن كما قال الأستاذ هم الناتج الداخلي 112 مليار دولار، 90 مليار دولار منها يعني ديون خارجية، وبالتالي فالمغرب يوجد على حافة الإفلاس، وقد يضطر في الأشهر القليلة المقبلة إلى أو سيكون عاجزا على دفع أجور القطاع العمومي الرسمي في المغرب، خاصة وأن المؤسسات المالية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ينتظر أن يقدم المغرب يعني مستحقاته المالية تجاه خدمة ديون، وبالتالي فحكومة أخنوش هذه أعتقد بأنها ستسير على نفس منوال الحكومات السابقة، وهي خدمة المخزن وضمان تمويل يعني احتلاله للصحراء الغربية ومساومة الاتحاد الأوروبي عبر تسيير ملف الهجرة غير شرعية، وبالتالي فالعلاقات السياسية المتدهورة التي تسبب فيها نظام المخزن خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومع دول الجيران كالجزائر وحتى موريتانيا والكثير من الدول، أعتقد بأن كلها عوامل يعني تنبئ بأن حكومة أخنوش ستعرف الكثير من المتاعب، وحتى مصادر تمويل يعني البرامج والاستراتيجيات الاجتماعية هي عاجزة، وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي سيفرضان شروطا جديدة لإعادة هيكلة ديون المغرب، وهذه الشروط معروفة للدول وهي التقليص من الموظفين وتسريح العمال وغلق المؤسسات المفلسة، وبالتالي فمصادر تمويل استراتيجيات الحكومة ستكون منعدمة، وبالتالي فهذه الحكومة ستسير أزمات اجتماعية ستظهر للعلن في الأشهر القليلة المقبلة. نعم. طيب سيد الحدوسي باختصار فقط هذا السؤال الأخير لكم، هل ستركز الحكومة الجديدة على الشق الاقتصادي لحل ربما هذه الأزمة، أم أنها نفس السياسة ستكون على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة فشلت في هذا العمل؟ أعتقد نفس المنهج اللي انتهجته المغرب منذ سنوات، وزيد بالإضافة أن اليوم الوزير الأول المغربي هو من ينتمي إلى فئة رجال الأعمال. نعم. لو كان من ينتمي إلى حزب سياسي ممكن يريد كسب الناخبين ويريد نوعا ما الجانب الاجتماعي، لو كان ينتمي إلى أحزاب التي تنتمي إلى اليسار وتحمل فكر نوعا ما اشتراكي. اليوم الحزب المغربي اللي فاز الوزير الأول هذا ينتمي إلى فكر ليبرالي متطرف، يهمه كيف يحقق رجال أعمال فوائد ولا يهمه الطبقات الاجتماعية. نعم. دونك لا أعتقد أنه المغرب سيراجع هذه السياسات اللي انتهجها منذ سنوات، وهذا سيشكل عليه مشكل كبير جدا في السنوات القادمة. طيب سيدة بغرارة باختصار أيضا في هذا الصدد تحدثنا عن المظاهرات التي شهدت نوع من الانتهاكات والقمع، وفي هذا الصدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان حذر من انتهاكات قد تمس حقوق الإنسان في ظل الحكومة الجديدة. وحقيقة انتهاكات حقوق الإنسان هو متسطر عليها في المغرب، فما يحدث في الأراضي المحتلة الصحراوية والتعامل مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية وله سوابق كذلك مع احتجاجات منطقة الريف، وبالتالي فالملف الذي يدين المغرب متوفر فقط يعني تحالف المغرب مع اللوبيات الصهيونية والفرنسية هي التي تضغط على ترك ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المغربية يعني لا يتطرق إليه بصفة علنية، ولا يتم معاقبة المغرب ولا حتى مساءلته عن هذه الانتهاكات، واستمرار هذا الوضع أعتقد بأنه لن يدوم، خاصة في ظل يعني شروع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في التخلي عن المغرب كحليف استراتيجي، وهو ما قد ينبئ بعقوبات يعني مستقبلية أو على المدى القريب ضد المغرب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. إذن الأستاذ الجامعي ومحلل القناة السيد حكيم بغرارة، شكرا جزيلا لكم، شكرا.
شكرا موصول لكم المحلل وأستاذ العلوم الاقتصادية سيد أحمد الحدوث. شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول أيضا إلى أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية السيد حسام حمزة الذي شاركنا في بداية هذا النقاش. شكرا لكم أنتم مشاهدينا وإلى اللقاء.